نصر إبراهيم. ولد نصر إبراهيم في منشية نصر في 29 من أغسطس عام 1959. كانت أسرتي بتضم 9 أفراد، 7 أولاد واثنين بنات. طبعا كان الزمن عكس الزمان دلوقتي، اتغير. يمكن أنا دلوقتي عندي ابن وبنت، الدنيا اختلفت. كانت الأول برضو كان مفيش ناس، لكن دلوقتي الدنيا اتغيرت. وكان والدي بيعمل مقاول، وكانت والدتي ست البيت، كانت مربيانا طبعا الله يرحمهم الاثنين، الف رحمه عليهم، وربونا وسعوا. يعني هم ما كانوش ليهم في الكوره، انا كنت بحب الكوره فبني شجعوني على اساس ان انا اكمل في الكوره. ولما جيت نادي الزمالك كانت حاجه غريبه بالنسبه لهم، لغايه لما ربنا كرمني ولعبت في الفريق الاول. انضم للزمالك في النصف الاول من السبعينات ولعب لفريق 14 سنة، وخاض اول لقاء مع الفريق ضد المحلة في فبراير عام 78. صعودي للفريق الاول كان الكابتن زكي عثمان، كان معاه طبعا جيل عظيم زي جيل السبعينات، وكانوا بيلعبوا واحنا كنا بنلعب ناشئين، وكنا بنلعب مباراة ضد النادي الاهلي على استاد حلمي زمورة. كنا تحت 18 سنة، انا وابراهيم يوسف وعادل عبد الواحد، ولعبت الماتش ده، فاجدت الماتش ده لان كويس وكسبنا 1-0 ساعتها. فضمني الكابتن زكي عثمان للفريق الاول، ومن ساعتها صعدت الفريق الاول وما نزلتش تاني يعني ساعتها، واشتركت مع الفريق السبعينات جيل السبعينات، والتحم بيا جيل الثمانينات بعد كده وكملت. ويمكن كانت بدايه كويسه ليا ان اول سنه العب فيها في نادي الزمالك في الفريق الاول ان انا احصل على بطولة الدوري العام سنة 77-78. زمل نصر إبراهيم جيل السبعينات الذهبي الذي ضم النجوم طه بصري وعلي خليل وحسن شحاتة وفاروق جعفر، وجيل الثمانينات مع إبراهيم يوسف ومحمد صلاح وأحمد عبد الحليم وجمال عبد الحميد والغاني إيمانويل كوارشي. بفتخر إن أنا بلعب معاهم أمثال الكابتن طه بصري والكابتن حسن شحاتة والكابتن فاروق جعفر وكابتن علي خليل وكابتن محمود الخواجة، مجموعة كبيرة. كان جيل السبعينات كان، وده لحقته في الآخر يعني. بعد كده كملت مع جيل الثمانينات ده اللي هو يعتبر جيلي، طلع الكابتن أيمن يونس وكابتن أشرف قاسم وكابتن هشام يكن وكابتن طارق يحيى ومحمد حلمي وأحمد رمزي، مجموعة كبيرة قوي برضه مش عايز أنسى حد. وكان بداية يعني جيل الثمانينات بطولة أفريقيا سنة 84، وأنا يمكن الحمد لله كنت هداف في المسابقة دي، كانت أول مسابقة أفريقية يحصل عليها نادي الزمالك. حقق مع القلعة البيضاء 6 بطولات، منها لقب الدوري موسمي 78-79 و83-84 و3 ألقاب في كأس مصر وبطولة إفريقيا أبطال الدوري عام 84 على حساب شوتينج ستارز النيجيري. الحمد لله كانت بطولات كويسه، انا بعتبرها بطولات كويسه رغم المده القصيره الواحد لعبها عشان سبب الاصابه، والبطولات كانت قليله برضو. يعني بطوله الكاس الدوري العام حصلت عليه 3 مرات، 77-84-86. ايضا كاس افريقيا حصلت عليه مرتين، سنه 84 وسنه 86، وكاس مصر حصلت عليه 3 مرات، وكان في كاس الافرو اسيوي برضو اللي هو كان دلوقتي هو السوبر، حصلنا عليه مرتين. دي البطولات اللي انا يعني حصلت عليها كلاعب في الفريق الاول، عكس البطولات طبعا انا كنت بحصل عليها وانا بلعب في الناشئين. سجل ابراهيم العديد من الاهداف التي علقت بذاكره جماهير القلعه البيضاء، اهمها الهدف الثالث في شباك مولوديه الجزائر في نصف نهائي بطوله افريقيا ابطال الدوري عام 84، وهدف التقدم في شباك الاهلي في القمه رقم 138 التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما. والحمد لله خدنا بطوله الدوري العام
في كان دوري كبير، كان ضم الاهلي والاسماعيلي، كانت فرق كبيره، وكسبنا الاهلي في النهائي، كسبنا 2-0، وانا كان ليا الفضل كان ليا الحظ ان انا جبت الجون الثاني، كان كابتن سعيد الجداي جاب الجون الاولاني وانا جبت الجون الثاني، ودي كانت بدايتي من مع نادي الزمالك. بعد كده تدرجت 15 سنه 16 سنه 17 سنه، ثم صعدت للفريق الاول. يعني اللي حدد لي مركزي، انا كنت بلعب مهاجم في الاول، بس جت الظروف، كنت بلعب راس حربه، بس جت الظروف في الوقت اللي انا لعبت فيه كان في نجوم كبار قوي بيلعبوا راس حربه، كان الكابتن علي خليل، فانا لعبت وينج رايت كان ساعتها وينج ليفت ساعات، وبعدين في النهايه طبعا ظبطت نفسي على راس الحرب، بس انا كنت مهاجم، كنت بجيد ناحيه التهديف، وان انا عندي ميول للناحيه ان انا اسجل اهداف، فدي اللي خلتني من البدايه ان انا العب مهاجم. حلوه 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 النصر رهيب، وطالع لمبه وطالع النصر اوجر 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 وهوبا انضمام منتخب مصر لما كنت في الناشئين، طبعا انضميت سنه تحت 19 سنه، وبالنسبه للفريق الاول مين بالنسبه للماتشات، يعني الماتشات اللي كنا بنلعب دوري العام كانوا بيختاروا منها اللعيبه المميزه، كانت بتنضم لمنتخب مصر. كان معايا جيل طبعا من الاجيال الكويسه، طبعا كان معايا محمود الخطيب من الاهلي، وكابتن حسن شحاته، وكابتن فاروق جعفر، وابراهيم يوسف، ومش عايز انسى، وكان كابتن سعد صليط المنصوره، وكانت وشاكر عبد الفتاح الترسانه، ومحمد حازم الله يرحمه، وجمال حمزه الاسماعيلي، وخالد كرم كان المحله، كانت مجموعه، والاسناوي والاتحاد، كانت مجموعه يعني، كان وحسام عبد الغاني من المحله. ما المنتخب كان فيه نجوم كبار، كان في نجوم كبار، وبرضه ما كانش فيه زي دلوقتي. دلوقتي يعني تبقى بتلعب وتظهر، كانت في الاول كانت يعني ايه بيحطوها، يعني زي ما تقول لازم اخد من النادي ده والنادي ده والنادي ده، فكانت دي بتبقى صعبه، عكس دلوقتي المميز بيلعب على طول. بعد اعتزاله تولى التدريب في قطاع الناشئين والشباب في الزمالك، وظل دوما وفيا لفريقه. الحمد لله، لأ انا راضي على اللي ادهولي ربنا، والحمد لله، وان انا بعشق نادي الزمالك، ودي احلى حاجه عندي يعني، او احلى حاجه بتمناها.